أهلا بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يزور ميناء سنغافورة في ختام زيارته قبل التوجه غدا إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية. شركة إيني الإيطالية تقدر الاستثمارات المبدئية بحقل الغاز الجديد بمياه البحر المتوسط ب 3.5 مليار دولار، وهبوط أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية بعد الاكتشاف المصري. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب غدا لمدة 12 يوما. وسفر أول أفواج الحجيج من مطار القاهرة الدولي.